فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للتمر الموجود حاليا، هل يجزي ككفارة يمين؟ نعم يجزي، وهو من الطيبات ومن أطيب المأكولات، فيعطى للمحتاج. ما كل الناس لا يريدون التمر، فيهم ناس يريدون التمر ويفضلونه على غيره، فالذي لا يريد التمر لا يعطيه منه، يعطيه الذي يستقبله ويفرح به وهم موجودون. نعم.